السلام عليكم. انتشر على السوشيال ميديا في الفترات الأخيرة فيديو بنت مقيدة بالسلاسل أو بالأغلال زي ما بيقولوا في وضع القرفصاء، يعني إيديها متكتفة ورجليها متكتفة بسلاسل وقيود حديدية ومربوطة في السرير بتاعها. الناس اعتقدوا في الأول إن البيت ده مسكون، كل ما بيعدوا جنب البيت بيسمعوا بكا هستيري. صاحب البيت قال لهم إن البيت ده مسكون، علشان كده محدش كان بيقرب من البيت ده تماما، لغاية ما 2 شباب قرروا ان هم يدخلوا البيت ده من على السطح بتاعه، وفعلا نجحوا ان هم يطلعوا على السطح بتاعه وينزلوا من تحت علشان يلاقوا البنت شهد. شهد اللي اختفت من 3 سنين، شهد عندها 12 سنة. المكان في قرية كوم النور في 100 غمر. شهد حصل لها الموضوع ده واختفت على كلام ابوها من 3 سنين. قال لهم شهد راحت عند امها تعيش معاها، ولكن الموضوع ده كان غلط. الموضوع كل النيابة والمباحث كشفته بعد كده. تباعا، شهد نتيجة اختيار خاطئ ما بين زوجين كانوا الاتنين بيضربوا في بعض او بيحاربوا في بعض، حصل انفصال ما بينهم وكانت النتيجة الغلط شهد. الأب علشان يخلي شهد ما تروحش تزور أمها ربطها في السرير لمدة 3 سنين. شهد دايما كانت بتعيط، كانت بتقول أنا عايز أروح لأمي. الأب لقى في الآخر أنه هو لازم يربط بنته بالجنازير وبالسلاسل. بالفعل عمل لها كده، ودي القصة ببساطة خالص، واكتشفت بالطريقة دي برضو. اكتشفت عن طريق الناس اللي هم كانوا معتقدين ان البيت ده مسكون، وطلعت في الاخر بعد ما اقتحموه لقوا شهد موجودة فيه. الاهالي بلغوا على طول الشرطة الموجودة. الشرطة راحت لقت شهد موجودة بوضع القرفصاء، اللي هو الوضع اللي احنا قلنا عليه، متقيدة من ايديها ومن رجليها ومربوطة بسلاسل جنازير في السرير. على طول الشرطة حررت شهد من الموضوع ده، دخلت النيابة اعترفت بكل حاجة، جابوا الأب اللي اعترف بكل حاجة، قال لهم السبب في حاجة زي كده أم شهد. شهد اللي هي كانت عايزة تزورها دايما ولكن الأب كان رافض، هي نتيجة فاشلة لزوجين مضطربين عقليا. مش مجانين، ولكن الاضطراب النفسي أقوى من الاضطراب العقلي. يعني الغل والفساد والسواد من جوه القلب كان أكتر من إن هو يعمل حاجة زي كده. محصلتها أو المحصلة بتاعتها بنت بريئة تعرفش أي حاجة في الدنيا إلا إن هي كانت نتيجة لأب وأم مش متكافئين مع بعض. أعتقد برضو سوء الاختيار هو اللي بيقودنا لحاجة زي كده. الشرطة تحفظت على الموضوع، تحفظت على الأب وقبضت عليه، ولكن هنا هو السؤال، ليه دايما لما بقى فيه انفصال ما بين زوج وزوجة يبقى دايما النتيجة او المعطيات بتاعتهم النتيجة بتيجي على الطفل الصغير، سواء طفل او سواء طفل؟ ليه؟ هو ملهوش ذنب في حاجة زي كده، ملهوش ذنب ان هو في سوء الاختيار اللي ما بين الزوج والزوجة، ملهمش ذنب في ان انتم مضطربين عقليا او ان انتم عندكم مبدأ الانتقام هو رقم واحد. الاب انتقم في صورة الام في صورة شهد اللي هي الطفلة الصغيرة، 3 سنين رابطها في السرير. سجلنا كذا قضية بالمنظر ده. أب حبس اب بنته لدرجة ان هي بقت عندها حاجة وعشرين سنة، بقت حاجة وعشرين كيلو، كانش بيأكلها، كان رابطها في زريبة اسف البهايم او الحيوانات، وكان رابطها في حاجة حديد وحاطط بيها سلسلة. صورناها بالوضع ده، حتى السلاسل اللي كانت مربوطة فيها. وضع مزري للغاية، وضع مؤسف للغاية. ما علينا، هنرجع لحكاية شهد تاني. شهد النيابة دلوقتي متحفظة عليها، جابت الأب وجابت الأم، ولكن انتوا رأيكم في حاجة زي كده ايه؟ في ناس بتتمنى ضفر الطفلة شهد. الاتنين دول ده لا ده يعتبر أب ولا هي كمان تعتبر أم، لأن هي برضو ما سألتش على بنتها لمدة 3 سنين، علشان محدش يقول الأب بس هو الغلطان أو الأم هي بس اللي غلطانة. عفوا، انتي كنتي فين لمدة 3 سنين؟ يا رب
الجمعيات الأهلية المؤسسات الحكومية تتبنى موضوع الطفلة شهد صاحبة ال 12 سنة بنت قرية كوم النور في ميت غمر. يا رب المؤسسات دي تتبناها علشان تطلعها وتخرجها من الحالة النفسية اللي هي أصبحت الآن فيها. ودايما يا ريت نقول كلمة احسنوا الاختيار في الزوج والزوجة. بلاش جواز الصالونات اللي هو محدش بيعرف فيه طبايع، بلاش تقليل المدة في الخطوبة في الحاجات دي كلها عشان الواحد يعرف الشخصية اللي قدامه بتفكر ازاي، او الراجل او الست. دروس كتيرة هنطلعها، يا ريت تكتبوا في تعليقاتكم في كومنتاتكم ايه اللي ممكن يطلع من ورا قصة البنت شهد. السلام عليكم.